السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمقر الجديد تاع الصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة في ميدان الترقية العقارية. وهذه المؤسسة تضمن التبادلات التجارية والعملية تاع الترقية العقارية، وهذا شيء مهم جدا. وهي هذه المؤسسة هي تابعة لوزارة السكن والعمران. إذن هذا المقر الجديد المتواجد في أولاد فايت، وعنده يعني هو يهمنا لزوج أشياء. وهو الأمر الأول هو أن المؤسسة هذه مهمة لضمان التعاملات العقارية، وكذلك الشيء الثاني العنصر الثاني هو الجانب العمراني والجانب التصميم نتاع المؤسسة هذه، يعتبر رائع التصميم نتاع المقر هذا، عصري وجميل جدا، ومخدوم يعني بإنشاءاته شركة باتي ميتال الجزائرية. وهذا المبنى مكون من يعني هيكل معدني مختلط مع أساسات بالخرسانة، وهيكل معدني كما نقولوا احنا بالفرنسية ستين ستريكتور ميكست شاربونت ميتاليك اي بيتون ارمي. إذن نكتفي بهذا القدر ونخليكم مع نهاية هذا الفيديو. السلام عليكم.